بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في الترجمة 42 من كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، إلى قوله إنك أنت التواب الرحيم. وتكلمنا عن الحديث الأول، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري، فشده عليهم. ونبدأ في الكلام عن الحديث الثاني، وقد أورده الإمام البخاري من أربعة يعني طرق. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا شكا في عائشة رضي الله عنها، ولكن العرب أحيانا يعني ما يجزمون به يريدونه بطريقة الشك. وكان في قول إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني أيقنت، وليس ظننت بمعنى الظن الذي يترجح الذي يتعادل طرفه. فقال ابن عمر لأن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر لما الشاميين أو الشماليين، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، لأنه كان يستلم الركنين اليمنيين أو الجنوبيين ولا يستلم الركنين الشماليين أو الشاميين. قوله يقول قوله في الطريق الأولى عن سالم بن عبد الله بن عمر قوله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أي الصديق، فعبد الله أخو القاسم، قاسم بن محمد بن أبي بكر ولد قبل يعني وزوجة أبو بكر يعني ولدته وهم خارجين لحجة الوداع يعني قبل وفاة النبوية بثلاثة أشهر تقريبا، فهو طبعا معدود في الصحابة. ولما حدثت الفتنة يعني فتنة يعني عثمان، لما اشتكى أهل مصر إلى عثمان عبد الله بن أبي السرح وعزله وعين محمد بن أبي بكر، ثم ذهب محمد بن أبي بكر بكتاب يعني من عثمان فيه عزل عبد الله بن أبي السرح وتعيين محمد بن أبي بكر، حدثت الفتنة لما وجدوا كتاب آخر موجود يعني مع غلام عثمان وعلى بغلة عثمان ومختوم بختم عثمان لعبد الله بن أبي السرح، أنه لما يأتي محمد بن أبي بكر يعني يقتله ويبقى هو في، وطبعا كان هذا سبب الفتنة، وهذا كان تزوير على عثمان رضي الله عنه. ولذلك يعني كان محمد بن أبي بكر مع أهل مصر الذين حاصروا قصر عثمان أو بيت عثمان، وهو الذي دل الذين قتلوه على يعني مكانه، ولكن يعني بيقوله أمسك بلحية عثمان فذكره بأبيه وقال لو رأك أبوك لكره ذلك، فتاب ورجع فقتله الآخران، فصانه الله عز وجل لشرف الصحبة. فهو معدود طبعا من الصحابة محمد بن أبي بكر، وإن كان ولد قبل وفاة النبوية بثلاثة أشهر تقريبا. فعبد الله هذا ابن محمد بن أبي بكر، وأخوه القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة.
يقول وقع في رواية مسلم أبي بكر بن أبي قحافة وعبد الله هذا هو أخو القاسم بن محمد. قوله أخبر عبد الله بن عمر بنصب عبد الله على المفعولية، يعني أخبر عبد الله بن عمر، وظهر أن سليما كان حاضرا لذلك فيكون من رواياته عن عبد الله بن محمد، وقد صرح بذلك أبو أويس عن ابن شهاب لكنه سماه عبد الرحمن بن محمد فوهم. أخرجه أحمد وأغرب إبراهيم بن طهمان فرواه عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. أخرجه عبد الخبطني في غرائب مالك والمحفوظ الأول، وقد رواه معمر وابن راشد عن ابن شهاب عن سالم لكنه اختصره. وأخرج مسلم من طريق نافع عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة فتابع سليما فيه وزاد في المت ولا أنفقت كنز الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لولا حدثان يعني قريش والكفر وخافت أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم استأثر بهذا الشرف وأراد أن يبني الكعبة بنفسه، لأن كما تعرفون قصة يعني بناء الكعبة واختصام بطون قريش وتحكمهم أول داخل يعني من يضع الحجر الأسود، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون يعني فتنة وأن يظن أنه هو أراد أن يحوز هذا الشرف لنفسه، فلذلك لم يفعل ذلك. ولكن لما احترقت في زمن عبد الله بن الزبير أعادها على قواعد إبراهيم. يقول في زيادة أخرجه مسلم في زيادة وأنفقت كنز الكعبة، يعني طبعا ينفق في سبيل الله مثلا في الجهاد في الفتوحات الإسلامية، ولم أرى هذه زيادة إلا من هذا الوجه. وطريق أخرى أخرجها أبو عوانة من طريق القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وسيأتي البحث فيها في باب كسوة الكعبة. قول قومك أي قريش اقتصروا عن قواعد إبراهيم سيأتي بين ذلك في الطريق التي تلي هذا. قول لولا حدثان بكسر المهمل اللي هي الحاء وسكون الدال بعدها مثلثة بمعنى الحدوث أي قرب عهدهم، لا فعلت أي لرددتها على قواعد إبراهيم. قول فقال عبد الله بن عمر بالإسناد المذكور وقد رواه معمر بن شهاب عن سالم عن أبي بهذه القصة مجردة، لأن كانت يقول ليس هذا شك من ابن عمر في صدق عائشة رضي الله عنها، لكن يقع في كلام العرب كثيرا صورة التشكيك والمراد التقرير واليقين. قوله ما أرى أي أظن وهي رواية معمر وذات في آخر الحديث، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، إن الحجر أساسا من داخل الكعبة، وذلك الطواف لا يكون من داخل الحجر، لابد أن يكون من خارج الحجر. لو واحد دخل في شوط واحد حتى من الأشواط من داخل الحجر ولم يطف من خلف الجدار يعني الرخام الموجود فلا يكون يعني إيه طاف، يعني لا يجزء هذا عن الإيه الطواف. وزاد في آخر الحديث ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك، ونحو في رواية أبي أويس المذكورة. قوله استلام افتعال من السلام مراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد، وقلنا أن الركن اللي فيه الحجر الأسود بيقبل ويسجد عليه، وإذا تمكن من أن يلمسه بيده ويقبل يده أو يلمسه بمحجن أو عصا مثلا، وإذا لم يتمكن من ذلك كله يشير إليه. ولكن الركن اليماني اللي قبل الركن اللي فيه الحجر لو مر به يستلمه، يعني يمسحه بيده ولا يقبل يده ولا يقبل نفس الركن ولا يسجد عليه ولا يشير إليه، مجرد أن هو يمسحه بيده وهو مر إذا تمكن، يعني إذا يعني مر به. فيقول استلام افتعال من السلام مراد هنا لمس الركن بالقبلة أو اليد، طبعا القبلة بالنسبة للحجر الأسود والركن اليماني الذي قبله باليد. يليان أي يقربان من الحجر، وهو معروف على صفة نصف الدائرة وقدرها 39 ذراعا، والقدر الذي أخرج من الكعبة سيأتي قريبا. قوله في الطريق الثانية حدثنا الأشعث وابن أبي الشعثاء المحاربي، وقد تقدم في العلم كتاب العلم في الجزء الأول من وجه آخر عن الأسود بزيادة نبهنا على ما فيها هناك، عن الجدري بفتح الجيم على الجدري بفتح الجيم وسكون المهملة اللي هي الدال كذا الأكثر جدر، وده اسم آخر للحجر يعني. وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه، وفي رواية المستملي الجدار. قال خليل الجدر لغة في الجدار، جدر يعني جدار، ووهم من ضبطه بضمه لأن المراد الحجر. ولأبي داود الطيالسي في مسندي عن أبي الأحوص شيخ مسدد فيه الجدري أو الحجر بالشك، يعني كأنهم اسمين للحجر. ولأبي عوانة من طريق شيبان عن أشعث
الحجر بغير شك. وطبعا يعني كان في أصول المصطلح الذي لم يشك أولى من الذي شك، فيكون راجح الحجر، أن هذا أن الراوي يعني ما شك يعني في هذه الكلمة فيقدم على الذي شك. قوله أمن البيت هو، قال نعم، هذا ظاهره أن الحجر كله من البيت. وكذا قوله في الطريق الثانية أن أدخل الجدر في البيت، وبذلك كان يفتي ابن عباس كما رواه عبد الرزاق عن أبيه عن مرثد ابن شرحبيل قال سمعت ابن عباس يقول لو وليت من البيت ما ولى ابن الزبير لأدخلت الحجر كله في البيت، فلم يطاف به فلما يطاف به إن لم يكن من البيت. ورواه الترمذي ونسائي من طريق علقمة عن أمه عن عائشة قالت كنت أحب أن أصلي في البيت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجرة فقال صل فيه فإنما هو قطعة من البيت، ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت لما خسرت بهم النفقة الطيبة. ونحو لأبي داود من طريق صفية بنت شيبة عن عائشة، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة، ولأحمد من طريق سعيد بن جبير عن عائشة، وفيه أنها أرسلت إلى شيبة الحجبي الحجبة يعني ليفتح لها البيت بالليل، فقال ما فتحناه في جاهلية ولا إسلام بليل. وهذه الروايات كلها مطلقة، وقد جاءت روايات أصح منها مقيدة، منها لمسلم من طريق أبي خزعة عن الحارث بن عبد الله عن عائشة في حديث الباب حتى أزيد فيه من الحجر، وله من وجه آخر عن الحارث عنها فإن بدا لقومك أن يبنوه بعدي فهلمي لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع اللي هو من الحجر يعني. وله من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير عن عائشة في هذا الحديث وزدت فيها من الحجر ستة أذرع، ففي رواية سبعة وفي ستة وفي ستة وشبر. وسيأتي في آخر طريق الرابعة قول يزيد بن رغمان الذي رواه عن عروة أنه أرى لجرير بن حازم فحضر ستة أذرع أو نحوها. وسفيان بن عيينة في جامع داود بن شابور عن مجاهد أن ابن الزبير زاد في ستة أذرع مما يلي الحجرة. وله عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن الزبير ستة أذرع وشبر. وهكذا ذكر الشافعي عن عدد لقياه من أهل العلم من قريش كما أخرجه البيهقي في المعرفة عنه، وهذه الروايات كلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة. وأما رواية عطاء عند مسلم عن عائشة مرفوعا لكنت أدخلت فيها من الحجر خمسة أذرع فهي شاذة. والشذوذ هي مخالفة الثقة الأوثق، إن واحد ثقة روى يعني واحد يقال خمسة أذرع وخمسة ستة قالوا ستة أذرع أو سبعة أذرع وكلهم ثقات فيقدم إيه الأوثق أو جماعة الثقات. والرواية السابقة أرجح لما فيها من الزيادة عن الثقات الحفاظ. ثم ظهر لي رواية عطاء وهو أنه أريد بها ما عدا الفرج التي بين الركن والحجر فتجتمع من الروايات الأخرى، فإن الذي عدا الفرج أربعة أذرع وشيء. ولهذا وقع عند الفاكهي من حيث أبي عمرو بن عدي بن الحمراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة في هذه القصة ولا أدخلت فيها الحجرة أربعة أذرع، فيحمل هذا على إلغاء الكسر ورواية عطاء على جبره، ويجمع بين الروايات كلها بذلك. ولم أرى من سبقني إلى ذلك، وسأذكر ثمرة هذا البحث في آخر الكلام على هذا الحديث. قوله ألم تري أي ألم تعرف، قوله قصرت بهم النافقة أو قصرت بهم النافقة تشديد الصاد أي النافقة الطيبة التي أخرجوها لذلك، كما جزم به الأزهري الأزرقي وغيره. ويوضح ما ذكر ابن إسحاق في السيرة عن عبد الله بن أبي نجيح أنه أخبر عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن أبا وهب بن عابد ابن عمران بن مخزوم وهو جد جعد بن هبيرة ابن أبي وهب المخزومي قال لقريش لا تدخلوا فيها من كسبكم إلا الطيب، ولا تدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد يعني من الناس. وروى سفيان بن عيينة في جامع عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من بني زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال إن قريشا وفي مسح في الطبع هنا الكلمة تقاربت لبناء الكعبة
أي بالنفقة الطيبة، فعجزت فتركوا بعض البيت في الحجر، فقال عمر صدقت، لأن كان هذا موافق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله يدخل في رواية المستمري يدخل بغير لام، زاد مسلم من طريق الحارث بن عبد الله عن عائشة، فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط، لأنهم قريش رفعوا البيت كما هو مرفوع الآن لأنه مبني على قواعد قريش، حيث أنهم لا يدخلوا إلا من أرادوا، فلو واحد يريد أن يدخل بغير إرادتهم فإذا يبدو أنه ما كانش لها باب، كان باب مفتوح يعني، فيتركونه يحاول أن يصعد، فإذا هم بالدخول يدفعونه فيقع. يقول فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعه فسقط. قوله حديث عهدهم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبني البيت ومنع من ذلك، يعني حدثان عهد الناس بالكفر، أراد أن يلصق بابه بالأرض حيث أن من أراد أن يدخل يدخل وأن يجعل له بابا في الخلف، يعني حتى موجود الآن يعني مقابل الباب الذي معروف باب الكعبة، في المقابل معمول علامات باب آخر يعني ولكن مسدود طبعا، بحيث أن الناس يدخلون ويخرجون من الباب الآخر يسهل عليهم. قال حديث عهدهم أو حديث عهدهم بتنوين حديث، حديث عهدهم بجاهلية في رواية البشميني بالجاهلية، وقد تقدم في العلم من طريق الأسود حديث عهد بكفر، ولأبي عوانة من طريق قتادة عن عروة عن عائشة حديث عهد بشرك. قوله فأخاف أن تنكر قلوبهم في رواية شيبان عن أشعث تنفر بالفاء بدل الكاف، بدل تنكر قلوبهم تنفر قلوبهم. ونقل ابن بطال عن بعض علمائهم أن النفر التي خشيها صلى الله عليه وسلم أن ينسبه إلى الانفراد بالفخر دونهم، أنه أراد أن يحوز هذا الفخر لنفسه أنه هو هدم البيت وبناء على قواعد إبراهيم. قوله أن أدخل الجدري كذا وقع هنا هم أول بمعنى المصدر، أي أخاف إنكار قلوبهم إدخالي الحجرة، وجواب لولا محذوف، فقد رواه مسلم عن سعيد المنصور عن أبي الأحوص بلفظ فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل، فأثبت الجواب لا، وكذا أثبته الإسماعيلي من طريق شيبان عن أشعث ولفظه لنظرت فأدخلته. ثم ذكر الطريق الأخرى للحديث عن هشام ابن عروة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.